ولمتابعة أكثر تفصيلا ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي زكي القاضي. وسؤالنا لك بعد التحية، دور التحالف الوطني للعمل الأهلي في مثل هذه المبادرات، وهل من مبادرات أخرى قادمة؟ أولا صباح الخير على حضرتك وعلى كل الناس اللي بيتابعونا. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ربما يكون يعني فرصة عظيمة داخل الدولة المصرية. الدولة المصرية لجأت إليها في مارس الماضي 2022 بهدف أن احنا نوحد جهود العمل، بمعنى أن احنا لو قدرنا نجمع الجمعيات والمؤسسات الكبيرة واللي وصلت ما يقرب من 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، ربما كانت يعني أن احنا نقدر نوصل الأمور أو المساعدات أو لأصحاب العوز والاحتياج بشكل مبسط وبشكل أيسر، بمعنى ان احنا ما نشتغلش في جزر منعزله. فكانت الفلسفه في عمليه التاسيس ان احنا نتجه لتوحيد الجهود وقواعد البيانات، بمعنى ان انت حضرتك لو جمعيه بشغاله في طريه تعرف هي شغاله على ايه، فالجمعيه تقدر تاخد طريه ثانيه، فتبدا الامور يعني تبدا واضحه وتبدا وضحت المعلومات، بدل ما ان مثلا جمعيتين ثلاثه يشتغلوا على نفس المكان او على نفس الشخص، فساعتها احنا بنهدر جهود اشخاص اخرين. فبالتالي كل الجهود اللي اتحركت فيها من مارس الماضي لحد دلوقتي يحسس حضرتك ويحسس الناس اللي متابعونا ان التحالف ده بقاله 30 40 سنه نظير الجهود اللي بيعملها، لكن هل الجهود اللي معموله دي كلها كافيه؟ اظن ان الموضوع اكبر كمان لان التداعيات الكبيره اللي نتجت عن الحرب الروسيه الاوكرانيه وفيروس كورونا كمان خلت ان الضواغط الاقتصاديه صعبه للغايه وزودت يعني عدد الناس اللي ممكن يبقى عندهم يعني احتياج، فالجمعيه كانت عندها نظره موضوعيه ان هي تطوع ادواتها وتطورها. انت وحضرتك بتتكلم في الخبر بتتكلم عن اجهزه لابتوب لذوي الهمم، فده تطور يعني كبير جدا. احنا في الاول ما كناش نسمع عن حاجه الا ربما يكون مساعدات غذائيه وغيره، لكن احنا الامر هنا تطور ان يكون حتى الادوات المساعدات تكون ادوات يعني ممكن تعيش مع الفرد ويقدر يستخدمها في اموره الشخصيه واموره. واظن ان هذا التطور والتطويع للادوات المساعدات هو ربما يكون مناسب لفكر واداء الجمهوريه الجديد. نعم، ولكن لماذا الاستفسار هنا، لماذا محافظه اسيوط في هذا التوقيت والتركيز على جامعه الازهر فرعها باسيوط وايضا جامعه اسيوط العامه؟ اولا هي الفكره الخبر الاحدث ان هو في جامعه اسيوط، لكن قبل كده كان من عده ايام في جامعه سوهاج العمل، وقبليها كان في العريش العمل في المؤسسات يعني الخاصة بهذا الكيان التنموي كان بيتم على مراحل، باعتبار ان مثلا وزارة التضامن عندها عدد معين وشايفة تصور ان محافظات سوهاج واسيوط من اكثر المحافظات احتياجا، والعريش في شمال سيناء زي ما قلت لحضرتك قبلهم كان هو الاكثر احتياجا. العمل على الارض بيكون دايما على فكرة المعلومات، احنا عندنا مين اكثر احتياجا ونشتغل عليه، عندنا ايه اولوية عاجلة وعندنا ايه الاولوية اللي بعد كده. ترتيب الاولويات ده هو اللي بيوضح لحضرتك وللساده المشاهدين، يعني هو زي ما اشتغل على سوهاج واسيوط النهارده بكره هتلاقيه شغال على هنا على الوادي الجديد في مراحل متعاقبه. هو بيختار الامر طبقا لقاعده بيانات وزاره التضامن وقاعده بيانات الجمعيات والمؤسسات الاهليه، كمان بيروح للتجمعات الواضحه والمنضبطه في المعلومات عشان يقدر يديها حاجه تفيدهم، بمعنى ان انا مش هروح في قريه وادخل اقول لهم مين عندكم من ذوي الاحتياجات وعايز كده، لا، هو الامر مش بيتم بالشكل ده خالص. الامر بيتم معتمد على قاعده بيانات واضحه المعالم مبنيه على بحث اجتماعي سليم، مبنيه على ناس نزلت وتابعت الحاله وعرفتها، مبنيه على ان ده تم رفع المستويات اعلى عشان يتم فرض وفرز الاولويات اللي نقدر ندي مين النهارده وندي مين بكره عشان نقدر نوصل مثلا بعد سنه اثنين ثلاثه ان احنا نقدر نبقى غطينا كل قاعده البيانات او كل افراد المنظومه. نعم، كيفية تنمية هذه القاعدة الخاصة ببيانات المواطنين المحتاجين أو الفئات المستحقة من المجتمع مثل المرأة المعيلة، ذوي الهمم وغيرهم في فئات المجتمع المختلفة في هذه الجمهورية الجديدة التي نعيشها وهي جمهورية ذكية بالطبع؟ بالطبع، هو ما يتم طول الوقت ان احنا لازم نبقى شايفين المعلومات واضحه قدام كل الناس، بمعنى ان قواعد البيانات دي لما تبقى واضحه قدام رئيس مؤسسه الاورمان اللي هو كان مثلا زي ما ذكر في الخبر في اسيوط، وقدام المؤسسه الاخرى والاخرى والاتحاد العام للجمعيات
قواعد البيانات دي بتريح حتى في ان البني ادم يبقى حاسس عنده من نوع من العداله الاجتماعيه، ان هو خد المساعده بتاعته بناء على التقرير اللي تم وضع فيه الشروط الخاصه اللي انطبقت عليه وانطبقت على فلان الاخر في قريه اخرى، فهنا نوع من انواع تطبيق العداله الاجتماعيه واللي الناس دايما محتاجاها في يعني طبقه محدود الدخل وغيرهم وذوي الاحتياجات، ان هم يشعروا بنوع من انواع العداله الاجتماعيه. طب العداله الاجتماعيه دي بتتحقق ازاي؟ بتتحقق ان تكون المعلومه سليمه، بناء ان يكون الموظف اللي نازل بياخد بيعمل بحث سليم فيتم رفعه. عشان كده بقول لحضرتك ان كان الشغل على العريج، على سوهاج، على اسيوط، على ناس معينه بوضعها، ان الامر زمان يعني ولو حضرتك نتذكر زمان ده اللي هو كان مثلا 8 سنين كانت الناس بينزلوا في قرى ويوزعوا كراتين وخلاص، ممكن واحد عنده 3 4 عيال يبعت لكل واحد فكل واحد ياخد كرتونه، فتلاقي نفسك واحد ما خدش وواحد خد 5 كراتين، فكانت الامر يعني مش معتمد على معلومه، لكن دلوقتي احنا عندنا اعتماد على المعلومه، المعلومه هي اصدق حاجه ممكن تشتغل عليها. نعم. في اطار التضافر الحكومي مع المجتمع الاهلي ومجتمع الجمعيات الاهليه، ما هو الدور المنوط به تفعله الحكومة وتحدي أمام الحكومة في الفترة الحالية لخدمة المجتمع الأهلي ولمساعدة بعضهم البعض؟ أول حاجة لازم يتم تطوير أدوات الموظفين العاملين في كافة القطاعات المعنية بالبحث والدراسة والجهات المتعاونة مع الجمعيات الأهلية، بمعنى أن كل الموظفين في القواعد لازم يكونوا متدربين أولا على أنهم يسجلوا الحاجات دي على اللابتوب أو الكمبيوتر بشكل سليم، ان هم ينزلوا على الارض ويناقشوا الناس ويعرفوا يبنوا بحث سليم، بحث اجتماعي سليم. ثالث حاجه ان هم يكون عندهم يعني شغف للوظيفه اللي هم شغالينها، لو في موظف ما عندوش شغف يتم نقله لادارات اخرى ربما تكون كتابيه وغيره، لكن الموظف المتعامل مع الجمهور وخاصه الطبقات دي لازم يكون موظف عنده شغف في التعامل، عنده احترام لادميه البني ادم الانسان اللي قدامه، عنده احترام لوظيفته. هو لو عمل ده احنا الجمعيات دي كلها حضرتك هتعتمد على موظف في قريه، فالموظف في قريه لازم يكون مؤهل ومتطور ومتدرب، واظن برامج الحكومه وبرامج وزاره التضامن شغاله في الاطار ده، واحنا لو زودنا حتى ادوات التطوير وادوات التعليم وامدناهم بحاجات حديثه، يعني يبقى بينهم طول الوقت معاه حاجات تسجيل حديثه بدل ما يكون رجع المكتب، لا يبقى هو معاه مثلا لو نوصل لمرحله ان يبقى معاه تابلت ان هو يسجل في نفس الموقف بالصوت والصوره ويقدر يرفع هذا الامر على قاعده البيانات، اظن او عن طريق اجهزه المحمول وببيانات مؤمنه.